بيان عاجل من الرئيس السيسي لكل المصريين وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. ومصر تفتح النار على إثيوبيا في قضية سد النهضة وتكذبها. ووردنا منذ قليل عناية الإلهية تنقذ السك الحديد من كارثة قبل الإفطار. وعاجل الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين. ننشر لحضراتكم التفاصيل ومفاجأة كبرى لكل المصريين من الحكومة. ننشر لك التفاصيل في الفيديو. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيان عاجل من الرئيس السيسي وهام جدا لكل المصريين. الرئيس السيسي صادق على التعديلات المقدمة من مجلس النواب بشأن قانون العقوبات الخاص بجريمة ختان الإناث. وحسب التعديل الجديد، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء. فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات. إما إذا أفضل فعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات. كذلك يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مقرر من هذا القانون. كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق الموجودة في المادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر، يتم المعاقبة بالحبس. هذا يعني كان تصديقا من الرئيس السيسي على هذه القضية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، هل حضرتك مع عقوبة الختان أم لا؟ من وجهة نظري هذه العقوبة صحيحة تماما ورادعة لهذه الجريمة. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا، ومصر تفتح النار على إثيوبيا في قضية سد النهضة وتكذبها. المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم كشف عن ما وصفه بأكاذيب إثيوبيا حول جداول الملء وتشغيل سد النهضة. أوضح في تصريحات له أن إثيوبيا ادعت زورا أنه تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاثة، وهذا يعد جزءا من الأكاذيب الإثيوبية التي للأسف الشديد نسمعها يوميا. وضح وقال أن تلك الجداول التي يتحدث عنها الجانب الإثيوبي قد تمت مناقشتها خلال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية. غانم أضاف أنه أثناء المفاوضات كان يتم عمل مجموعة من الجداول لتنظيم عملية الملء والتشغيل، لكن الجانب الإثيوبي يتحدث عن هذه الجداول وكأنها أمر متفق عليه، رغم أن هناك نقطتين مهمتين. أولا، مفيش اتفاق حد مضاه أصلا، يعني مفيش اتفاق عشان الجانب الإثيوبي يتحدث عن جداول، بينما الأمر الثاني هو أن هذه الجداول تم اكتزاؤها من داخل الاتفاقية. المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أشار إلى أنه كان هناك حديث مع الدول الثلاثة عن جدول يرتبط بكميات المياه التي سيتم تخزينها في السد أثناء الملء وبين مستوى الفيضان، فإذا كان هناك فيضان ذو مستوى عال سيتم الملء بكميات عالية، وإذا كان مستوى الفيضان منخفضا لا يتم الملء أو يتم الملء بنسب بسيطة للغاية. لكن الجانب الإثيوبي اكتزأ هذه الجداول فقط من سياقها، وهو أمر مرفوض تماما. وعن تصريحات إثيوبيا بأنها ستتكبد خسارة مليار دولار حال عدم إقدامها على الملء الثاني، غانم أوضح وقال أن ذلك يعد استمرارا للأكاذيب الإثيوبية، فهم يتحدثون كما لو كان لديهم القدرة على توليد الكهرباء من السد هذا العام. موجود في السد 13 توربينا مش شغالين. السنة اللي فاتت لما عملوا الملء الأول لم يتم توليد كهرباء لأن التوربينات مش شغالة،
أكد وقال حتى وإن أقدم الجانب الإثيوبي على الملء الثاني لن يستطيع أيضا توليد الكهرباء المصدر. معنا كامل المصري اليوم، يعني فيما معناه أن إثيوبيا حتى لو عملت أو قامت بعملية الملء الثاني لسد النهضة مش هتستطيع أن تقوم بعملية توليد الكهرباء من السد. هذا الأمر يعني واضح وصريح، لأن 13 توربين ما تركبوش في السد حتى الآن، والسد هدفه الأساسي هو حبس المياه عن مصر والسودان. هذا هدف السد، هدف سياسي بحت. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. أمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. أعلنت القوات المسلحة المصرية إرسال طائرة عسكرية إلى ليبيا من مطار القاهرة بأمر من الرئيس السيسي محملة بالمساعدات. الجيش المصري قال في بيان لي استمرار الدعم المصري للأشقاء بدولة ليبيا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين. البيان تابع وقال من جانبه أعرب الجانب الليبي عن تقديره للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ولمساندتها المستمرة للشعب الليبي. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا ليبيا دولة شقيقة للشعب المصري، هذا الأمر يعني منتهي، مفيش كلام فيه. ننتقل لخبر آخر معانا ووردنا منذ قليل. العناية الإلهية تنقذ السكة الحديد من كارثة قبل الإفطار. اصطدم قطار أشمون القاهرة الذي يحمل رقم 546 بجرافة صغيرة عبرت السكة بمنطقة غير مخصصة للعبور قبل رصيف في محطة تابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. تمكن سائق القطار من التوقف قبل حلول الكارثة فيما هرب سائق اللودر. وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باصطدام قطار يحمل رقم 546 بلودر صغير أثناء عبوره من منطقة غير ممهدة للعبور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث ولم تتعطل حركة سير القطارات. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق. طبعا استهتار كبير جدا من صاحب اللودر، وهذا الأمر طبعا يعني متعب نفسيا، إن لازم يكون عندنا كشعب مصري وعي إن في طرق ممهدة، في طرق ممهدة أو طرق صالحة للعبور، مش أي مكان من السكة الحديد أقدر أن أنا أعدي من عليه إذا كان بعربية أو بلودر أو بجرار. لازم إحنا كشعب مصري نحترم هذا الأمر عشان ما يحصلش كوارث، ما يحصلش حوادث، ما يحصلش أي شيء يعني يهدد سلامة المواطنين. هذا الأمر يجب أن إحنا نفهمه جيدا، ونتمنى أن إحنا يكون عندنا وعي زيادة في هذا الأمر، وخصوصا في موضوع السكة الحديد، لأن يعني احنا شفنا حوادث كتير فترة اللي فاتت، وطبعا نتمنى ان ما بقاش فيه كوارث تانية جديدة. والكوارث دي حدثت بسبب إهمال، إذا كان إهمال من السكة الحديد أو إهمال من الأشخاص اللي يعني بيحتكوا بالسكة الحديد، إذا كان شخص بيعبر السكة أو جرار أو عربية، أو يعني إهمال من مسؤول عن الإشارات قطارات. نتمنى ان شاء الله ان في المستقبل القريب ما نسمعش عن اي حوادث للقطارات في مصر باذن الله. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر اخر وعاجل. الارصاد الجويه المصريه تحذر المواطنين. وقالت هيئه الارصاد الجويه في مصر ان توقعات الخبراء بشان حاله الطقس في الايام القليله الماضيه تشير الى انه يسود طقس شديد الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب مصر. الهيئة أشارت في بيان إلى أنه بشأن حالة الطقس ليلا فسيكون لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب مصر. طلبت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة. وتستمر هذه الموجة الحارة حيث ترتفع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها
خلال هذا الوقت من العام، تستمر لمدة أسبوع كامل. يعني إن شاء الله نتمنى من الله إنه يعني يرحمنا بطقس يعني معتدل إن شاء الله في هذه الأيام، ولكن الأسبوع القادم كله أسبوع حار جدا حسب توقعات وتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية. كل عام وأنتم بألف خير. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم. ننتقل لخبر آخر معانا ومفاجأة كبرى لكل المصريين من الحكومة. في صحيفة اسمها إكسبرت أونلاين كتبت مقال حول الانتعاش الاقتصادي القريب في قطاع السياحة المصري مع عودة السياح الروس وترقب انطلاق الرحلات. جاء في المقال يقدر بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يحقق قطاع السياحة المصري إيرادات إضافية تزيد عن 3 مليارات دولار سنويا بعد عودة السياح الروس إلى مصر، وفق ما ورد في موقع أموال الغد. يبلغ هذا الرقم 75% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. في الوقت نفسه سيكون نمو دخول صناعة السياحة المصرية متدرجا بسبب الجائحة. ويلاحظ في تقرير البنك أن استئناف الرحلات الدولية سيشكل دفعة كبيرة لآفاق تعافي قطاع السياحة في مصر الذي تضرر بشدة من الجائحة. تم تسجيل الحد الأقصى لعدد السياح من روسيا في عام 2014، إلا أن هذا الرقم انخفض بشكل حاد بعد أن فرضت موسكو حظرا عن الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر في عام 2015. وأما بعد مراجعة مصر لإجراءات أمن المطارات وتعديلها، فقد قررت موسكو استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر. أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن متوسط الدخل من كل سائح في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية تجاوز $1,000، وهذا يعني أن إمكانية عودة السياحة الروسية إلى مستوى ما قبل 2015 والتي تجاوزت 3 ملايين سائح سنويا سيكون العائد على مصر 3 مليار دولار إضافية لصناعة السياحة المصرية، وما يعزز بشكل كبير آفاق النمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالنظر إلى أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على صناعة السياحة. وفقا للهيئة العامة للبيانات في مصر، فإن كل سابع وظيفة في البلاد توفرها الأعمال السياحية. وفي الوقت نفسه أشار جولدمان ساكس إلى عدم اليقين بشأن توقيت عودة السياح الروس، فسوف يعتمد ذلك على حالة الجائحة ومعدل التطعيم في روسيا ومصر. المصدر معانا كان من إكسبرت أونلاين وأرتي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إن شاء الله نتمنى عودة السياحة الروسية لمصر، ويعني الموضوع هيبقى جميل جدا لعوائد الدولارات لمصر. إن شاء الله نتمنى الخير دايما وتحيا مصر. وجينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم العبد الله الفقير إسلام الأمير من قناتكم مصر ميديا IEB على اليوتيوب وعلى الفيسبوك إسلام الأمير مصر ميديا IEB. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.